خلوني اقول لكم مصطفى اشرف اللي هو اللاعب المصري اللي موجود في مونشن جلادباخ المحترف، يعني مش محترف، هو على فكره مولود في المانيا وعايش في المانيا وعمره كله في المانيا. يعني مصطفى اشرف ده اهو قدامنا على الشاشه، اقترب جدا من نادي الزمالك. ومصطفى اشرف اساسا هو كان قريب جدا من النادي الاهلي قبل انطلاق الموسم في الصيف اللي فات وفي الشتاء ده. وعايز اقول لكم ان تواصل امير توفيق وتواصل ناس واتكلموا مع مونشن جلادباخ، بس الاهلي خد بالك مونشن جلادباخ طالب كام؟ يعني الناس بتتكلف مصطفى اشرف، مصطفى ده طالبين 200,000 يورو. يعني في اعراف ده سافيو لما اشتكى قال لك ده انا ليا بونص، خد 240 ولا 230. يعني الفكه اللي سافيو خدها نتيجه شكوى، ده انا خدوا دوري وخدوا افريقيا وانا ليا مستحقات، بعد اللي ما لعبش ولا فاد الاهلي. عفوا. لكن ده خد 230 240. طب مصطفى اشرف ده القصه كلها مع مونشن جلادباخ 200,000 يورو. والقصه ان الولد على فكره كمان اتصعد للفريق الاول، بس يعني بس بيلعب مع الفريق الثاني لمونشن جلادباخ، وبيلعب مهاجم وتحت المهاجم وبيلعب على الطرف، وليه اخ شقيقه يعني برضه في مونشن جلادباخ اصغر منه بسنه ولا بسنتين. فاللي خلى جلادباخ يوافق انه يسيبه ان اخوه هيطلع مكانه، يعني اخوه له اخ بيلعب في نفس مكانه اصغر منه، هو عايز يجي مصر عشان هو حاسس انه يعني محدش يعرفه. فلما يجي مصر يعني هو لما شاف كمان عمر مرموش والمنتخب والناس بتتكلم عليه دلوقتي بشكل ضخم جدا وكل الكلام ده، هو عايز يبقى كده، مع انه مولود في المانيا يعني وعايش في المانيا وعملوا له جواز سفر مصري. عارفين قصه وسام ابو علي كده؟ عملوا له كده يعني قريب، عملوا له جواز سفر مصري قريب، ده عايش في المانيا ومولود في المانيا ومعاه جواز سفر الماني وكل حاجه، لكنه في الاخر مصري وبيحب بلده وعايز يرجع يتعرف في بلده. فمونشن جلادباخ اتكلم في 200,000 يورو وبالتقسيط، الاهلي رفض. الاهلي قال لك ناخده اعاره 6 شهور لنهايه الموسم ونجرب. جلادباخ قال لك لا، تجرب مين؟ ده احنا سايبينه لان الولد نفسه اللي عايز يمشي. يعني الاول جلادباخ قال لا، فاهله مع الولد راحوا لرئيس النادي وراحوا للاداره اتكلموا فقالوا اوكي. انا بقول لكم تفاصيل وقت ما كان الاهلي اللي بتفاوض، لغايه ما وصلوا ان ال 200,000 يورو دول اللي هو خدهم اعتقد من اول ما تصعد مجموع الفلوس اللي كلف النادي فيها يعني هتتدفع وخلصنا. الاهلي قال لك اعاره 6 شهور، جلادباخ قال لك لا. لحد هنا بقى وقف. مين بقى سمع وشم الموضوع؟ الزمالك دخل في الموضوع، كابتن احمد سليمان، وبعت له وكيل لعيبه. والوكيل ده راح اتفق وظبط، والمفترض ان الصفقه دلوقتي بتتم 50,000 يورو مقدم، واعتقد الباقي هيبقى بالتقسيط. فانت بتتكلم، انا فنيا لازم نشوفه طبعا عشان نحكم يعني، بس هو كونه بيلعب في المانيا وفي نادي زي مونشن جلادباخ ولاعيب صغير 19 20 سنه، فمؤكد ان هو عنده مستقبل. وطالما الاهلي كان مهتم بيه ومارسيل كولر شافه واهتم بيه والاداره الفنيه في الاهلي كانت مهتميه بيه، يبقى لعيب هو كويس الحقيقه. فده يعني تبقى في بقك وتقسم لغيرك، لغايه اخر لحظه كان اهلي، لكن اتقلبت البوصله الى الزمالك مؤخرا، وخلال ساعات هيبقى موجود المفترض في نادي الزمالك.